بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. تلامذتنا الأعزاء، في إطار استكمالنا لبرنامجنا حول التعليم عن بعد، والآن مع مادة التربية الإسلامية مكون التزكية، سنحاول إن شاء الله في هذا المكون أن نجمع ثلاثة دروس متتالية التي تتعلق بمراتب الدين، وهي الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. سنحاول إن شاء الله أن نقسم هذا الدرس إلى ثلاثة أقسام كما قلنا. القسم الأول هو مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. سأحيلكم إلى الحديث الذي كنا قد تطرقنا إليه سابقا ويجب حفظه، وستجدونه إن شاء الله مرفوقا بهذا الفيديو، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يتضمن جميع أقسام مراتب الدين، وأول قسم هو الإسلام، ينقسم أو أركانه ينقسم إلى خمسة أركان أساسية. خمسة أركان أساسية، وهي تعتبر كقاعدة أو كركيزة للدين أو كأسس هذا الدين، وهي أول ركن من أركانه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ثاني ركن من أركان الإسلام إقامة الصلاة. ثم الركن الثالث إيتاء الزكاة. ثم الركن الرابع صوم رمضان، صوم شهر رمضان. ثم الركن الخامس وهو الأخير هو حج البيت، بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. إذن هذه هي أول مراتب الدين، وهي الإسلام. إذن كما قال الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هي أول مرتبة من مراتب الإسلام. عندما تتحقق هذه المراتب الخمس، هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وعندما تتقوى ركائز المسلم فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة الإيمان، يعني ينتقل من الأفعال إلى الاعتقاد. الاعتقاد وهو أن تؤمن، والإيمان هو أن تؤمن، الإيمان أولا بالله ثم الملائكة، وهذه كلها أمور اعتقادية يعتقدها المؤمن ويؤمن بها رغم أنه لا يراها ولا يعرفها. الإيمان بالله ثم الملائكة ثم الكتب والرسل، الكتب والرسل، ثم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، يوم التغابن، الساعة، ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، القدر خيره وشره، يعني كل هذه أمور اعتقادية وأمور إيمانية يؤمن بها الإنسان رغم أنه لا يراها، فهي اعتقاد في القلب. الإيمان اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان. بعد أن تحقق هذه الأمور أو هذه الأركان، ينتقل المسلم أو المؤمن إلى مرتبة أعلى، وهي مرتبة الإحسان، وهي أعلى المراتب ولا يصلها إلا أولياء الله الصالحين، وهي مرتبة الإحسان. والإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هو أن تعبد الله، الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى، كأنه أمامك، كأنك تستحضر وجوده أمامك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني المؤمن هنا أي عمل
يريد أن يقوم به إلا ويستحضر وجود الله عز وجل أمامه، حتى إذا لم يكن يرى فإن الله عز وجل ينظر إليه. وجود الله يقربك واتجاهك، يلهمك القيام بالأعمال الحسنة ويصرفك عن الأمور السيئة. أي أمر سيء تريد أن تقوم به إلا وتستحضر أن الله عز وجل يراك فتبتعد عنه. إذن انطلاقا من هذه الأقسام الثلاث نكتشف أو يمكن أن نخلص إلى أن مراتب الدين كأنها بنيان أو كأنه بيت، كأنه بيت. يعني الإنسان عندما يريد أن يستحضر هذه الأمور يستحضرها في بيت متكامل الأركان. أساسه الصلب لواء الإسلام، يتكون من أساس ومن خمسة أركان أساسية. يوم الشهادة هو الأساس الصلب الذي يبنى عليه، ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كأنها أعمدة ذلك البيت، كأنها الأعمدة الأربعة للبيت. عندما يتقوى هذا البنيان بالأساس الصلب وبالأركان، فإنك تنتقل إلى بناء الغرف. هذا البيت سيصبح يتكون من مجموعة من الغرف، هي عبارة عن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. عندما تتحقق هذه الأمور فإنك تستطيع أن تزين بيتك وتجمله بصباغة ومجموعة من الأمور، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا هو درس مراتب الدين الإسلامي. نتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأرجع لإحالتكم على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يحتوي على هذه الأمور مفصلة ومقسمة.